قريبا نشوف بقى اطلالتنا الخارجيه النهارده من وسط البلد وبالتحديد ميدان التحرير. شوف ميدان التحرير طبعا مش محتاجين نقول لحضراتكم، واضح ان لسه ما فيش كثافات مروريه لان بالتاكيد احنا لسه في اول اليوم او يعني لسه مبكر جدا واول يوم بعد اجازه طويله وكده، المفروض طبعا نبقى عندنا طاقه وننزل بدري اكتر، لكن كلنا اول يوم كده لسه محتاجين الوقت يتظبط عندنا. بس هو صعب قوي والله، يعني اثناء يبقى زحمه وحر يبقى ده كتير والله. معلش معلش، بس لو نزلنا بدري اكيد مش هنلاقي زحمه، هي دي من المميزات. اكيد وسط البلد طبعا مش محتاجين نتكلم عليها، كلنا رحنا وسط البلد فيها اقدم احياء القاهره وكمان ارقاها تخطيطيا ومعماريا. بالتاكيد الواحد لما بيمشي في وسط البلد كده بيحس باحساس مختلف، تحس ان انت ماشي بره ماشي في باريس. دايما بنشير ان دايما احنا عندنا بالفعل كان زمان وسط البلد دي كان التخطيط بتاعها هو نفس اللي خطط باريس، ففي تشابه كتير جدا جدا في العماره. الاناره دخلت وسط البلد قبل ما تخش باريس. بالفعل. لا وكانت جه علينا في وقت انت تعرف عندنا الشوارع كانت بتنغسل بالميه والصابون، انت متخيل يعني؟ لا احنا طبعا انا حزين على فكره. لا 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 انا عندي امل كبير جدا جدا يعني جدا. الموضوع دلوقتي رجع رونق وسط البلد، احنا ممكن نحسه تاني لو انت فضلتي يعني تتمشي كده في شوارع وسط البلد وتشوفي العمارات وتشوفي عمارات اثريه اصلا، يعني شكل المعمار شكل رائع جدا، تستشعري ان في ناس كانت هنا، كانت ناس عايشه من مئات السنين كانت موجوده، يعني فعلا هتحسي ب روعة التاريخ في وسط البلد. بالتأكيد برضو احنا عايزين نشير ان يعني نقدر نقول التخطيط اللي انا كنت لسه بتكلم عنه ده كان في ايام طبعا خديوي اسماعيل وقبل افتتاح قناة السويس، فاهتم طبعا عشان كم بقى الملوك اللي كانوا جايين وحاضرين هذا الافتتاح، فيعني اتعمل بقى هذا التخطيط والاهتمام بمعمار وحاجة يعني يا رب ان شاء الله ان شاء الله نلاقي كل شوارعنا بالجمال ده، وعايزين مرة تانية نلاقي الجمال المعماري. احنا درسنا عمارة حلوة قوي قوي قوي، نفسي اشوفها متطبقة في شوارعنا.